ارتفاع مستوى تعكر المياه بسد كدية المدور نتيجة الأمطار الأخيرة أدى إلى انقطاع التزود بالمياه في مدينة بدنة والبلديات المجاورة. تقريبا أكثر من 50% لتموين بلدية بدنة راه من سد كدية المدور، ونظرا لهذه الأمطار التي تهطلت هذه الأيام في مدة 3 أيام أين وقع ارتفاع تعكر المياه على مستوى السد. 8 أيام ما شفناش قدرات تاع ما باه ندوشوا ولا نشربوا ولا ندوشوا، عندي المرضى راني نطيش راني نحول في هذا كما يعطي الاطراف تاع ما سيتيرنا هذه احنا نورمالمون رانا في 2022 ما كانش هذه الحكايات لا باراج وهذيك الحكايه صافي 9 جور والناس صابره لي بريفي لا اون بروفيتي لوكازيون راهي ميتين نفس سيتيرنا. هو يقول لك الماء راهو يتخلط مع التراب لو كان يقعد شهر والمطر تصب ما يجيناش الماء. تدعيم الاحياء بصهاريج المياه للحد من الازمه. طأت ببلدية بتنا بالتنسيق مع الجزائريه للمياه وكذا مؤسسه كليمبات على المشاركه في عمليه تغطيه هذا التذبذب. حاليا يعني رانا في اكثر من 20 صهريج اللي راه في الميدان ويمون هذه الساكنه. اللي هم مشكورين على الهبه التضامنيه التي قاموا بها، عندنا ولايه قسنطينه، ولايه بسكره، ولايه سطيف، ولايه عنابه الذين ساهموا بهذه الصهاريج. في انتظار استئناف محطه الضخ بالانتاج. معالجه المياه على مستوى سد كدية المدور. يعني بربي ان شاء الله برنامج توزيع المياه من على اقصى تقدير غدا او بعد غد يرجع للبرنامج العادي. يبقى الحل الوحيد حسب المختصين تدعيم نقل المياه من سد بني هارون الى كدية المدور بقناة جديدة.